سيأثر الذكاء الاصطناعي على جميع نواحي حياتنا وجميع أيضا القطاعات الأساسية في المدن. وفيما يخص النقل سيكون للذكاء الاصطناعي دور كبير في نقل الشخص من مكان إلى آخر بشكل فعال، وذلك باستخدام سيارات ذاتية القيادة التي يعد الذكاء الاصطناعي الأساس والركيزة الأساسية التي تبنى عليها تقنية سيارات ذاتية القيادة. أيضا فيما يخص الطاقة، هناك سيكون دور كبير للذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وتخزين الطاقة في المدن وأيضا توزيع الطاقة بشكل فعال.